اوكي، بتصحى ابريل من النوم وبتستعد ليومها الكبير واللي مستنياه من سنين، اختبار لاداء لرقصات الباليه في اكبر مسارح برودواي. ولكن لما بتنزل للشارع الجو بيبقى سيء جدا والدنيا غرقانه مطره، فبتستنى تاكسي وقدامها واحده عجوزه، بس اول لما بيجي التاكسي بتجري بسرعه عشان تلحقه وبتركبه، والست العجوزه بتتعصب جدا. وبتقدر توصل ابريل للاختبارات في الوقت المحدد، وبعد ما بترقص برشاقه وجمال بتنجح في الاختبار. ولكن لحظها السيء بتطلع ان الست العجوزة هي مخرجة المسرحية، وطبعا بتطردها برا وبتقول لها انها مش هتشتغل في اي مكان تاني طول ما هي عايشة. ولما بتحاول ابريل انها تعتذر بالغلط بتزحلق المخرجة وبتقع تتكسر. ولما بتتناقش ابريل مع صاحبها ديكو ما بتلاقيش غير واحد بس اللي ممكن يشغلها، وهو ويلي وينج. بس التحدي هنا انها تجذب انتباهه، فبتقرر ترقص قدامه في الشارع وتشد انتباهه باي طريقة، ولكن هو بياخدش باله منها وكمان بتعمل حوادث وهي بترقص. بتروح ابريل للبيت وهي مكسورة وحزينة، وكمان بتلاقي اوضتها اتخذت منها عشان ما دفعتش الايجار. خلاص ابريل جابت اخرها، بتكلم ابوها وهي حزينة وبتعيط، وساعتها ابوها بيقول لها ارجعي البيت. بترجع ابريل لمدينتها الصغيرة اللي خرجت منها عشان تبقى نجمة، واثناء ما هي بتتسوق بتقابل بارب اللي بتبقى فاتحة استوديو لتعليم الباليه، وبتعزمها انها تيجي وتتعرف على البنات. وفي الاستوديو بتعرض عليها بارب انها تدرب البنات، وخصوصا ان في مسابقة كبيرة عايزين يشتركوا فيها. ولما بتقابل ابريل البنات بتبقى مغرورة جدا وشايفة نفسها بزيادة، وبتفضل تقول لهم انهم ما بيعرفوش يرقصوا وفاشلين، واحسن حاجة ينسوا حلمهم انهم يبقوا نجوم كبار وفرصتهم 0%. وساعتها بتضايق البنات جدا وبيفضلوا يعيطوا. واول ما بتخرج ابريل من الاستوديو بتقابل الاكس بتاعها نيك، وبيبقى مستني اخته ساره اللي بتتدرب جوه، وبيفضلوا يسترجعوا ذكرياتهم وتفاصيل انفصالهم، وبيسامحوا بعض وينسوا الماضي، وكل واحد بيروح البيت. واثناء ما ابريل ماشيه مع ابوها بالعربيه بتاخد بالها ان المسابقه في النهائيات هيبقى الحكم فيها ويلي وينج اللي هي عايزه تشتغل معاه. وساعتها بتلف بسرعه وبترجع للاستوديو، وبتقرر انها تدرب البنات ويشتركوا في المسابقه لحد ما يوصلوا للنهائيات. وبيجي أول يوم من المسابقة المؤهلة للنهائيات، وأول خطوة هي مسابقة المقاطعة، وأول 3 فرق بس هيتأهلوا للمسابقة اللي بعدها. بتبدأ كل الفرق باستعراض مهاراتها، والكل بيقدم أداء رائع لحد ما بيجي الدور على فريق أبريل اللي بتطلع وبتقدم عرض سيء جدا وبيرقصوش مع بعض لدرجة إن الناس كانت بتتريق عليهم. وحتى لما بتطلع أبريل ترقص معاهم بتبقى عايزة تكون نجمة الرقصة، وبتبقى مغرورة جدا ومحدش بيرقص غيرها. وبتطلع نتيجة المسابقة وطبعا بيكونوا في المركز الرابع. وساعتها بتفقد ابريل الامل في حلمها، بس لما بتروح الاستوديو وتقابل بارب بتقول لها انهم بقوا في المركز الثالث عشان فرقة من الثلاثة الاوائل طلعوا غشاشين. بتفرح ابريل وبارب جدا وبيحضنوا بعض من الفرحة والسعادة. بيتقابل الفريق كله تاني يوم في الاستوديو، وبيبقى فاضل لهم اسبوعين بس على المسابقة اللي بعدها. بتبدأ ابريل تدرب البنات بعصبية وكأنها بتديهم اوامر وبتزعق فيهم، وبتقول لهم اللي هقوله يتنفذ عشان نكسب. بس بعد ما بيخلص اليوم والوقت اتأخر محدش فيهم بيعرف يرقص مع التاني، وبتكمل ابريل في الزعيق لحد ما تقف قدامها سارة اكبر واحدة في البنات، وبتقول لها انتي مدرسة فاشلة ومش عارفة تتعاملي معانا. وبتعصب ابريل لدرجة انها بتسيبهم وبتمشي. بس قبل ما بتمشي بتاخد بالها ان بارب بتدربهم بطريقة مختلفة، وبتعرف توصل لهم المعلومة كويس، وساعتها بتفهم انها كانت غلط وكان لازم تتعامل معاهم بطبيعتهم لانهم اطفال. واثناء ما ابريل بتجري في المنطقة بتاخد بالها من سارة وهي قاعدة تتدرب، وبتعمل حركات بطريقة حلوة جدا بس محتاجة شوية تدريب بسيط. وساعتها بتروح تتكلم معاها وبتحاول تعتذر لها. وفي نفس اليوم بتقابل ناك في الجنينة وبيحاول يتكلم معاها ويفهمها ان سارة شبهها جدا، بس ابريل اللي نسيت كانت عاملة ازاي لما كانت صغيرة. تاني يوم بترجع ابريل للاستوديو وبتعتذر للبنات، ولكنهم بيبقوا خايفين منها ومش عايزينها تدربهم. ولكن سارة بتقدر تقنعهم انهم يوافقوا انها ترجع عشان هي الوحيدة اللي ممكن توصلهم للنهائيات. بيبدأ التدريب من تاني ولكن بطريقة مختلفة، وبتحاول معاهم خطوة بخطوة لحد ما بيقدروا يرقصوا مع بعض، وبيبقى في ولد صغير قاعد بيتفرج على التدريبات وهو فرحان. وبتفضل البنات يتدربوا في بيوتهم وفي كل حتة عشان يبقوا أفضل الراقصات. وفي يوم الدنيا غرقانة مطرة بيكملوا تدريباتهم أصعب من الأول، وأهليهم بتتفرج عليهم. وأخيرا بينجح الفريق إن الأول مرة يقدم عرض كويس، وبيفرحوا جدا بالنتيجة اللي وصلوا لها. بس للأسف بيقع جزء من سقف الاستوديو بسبب المطر وبيقف التدريب، وبيخرجوا بره وبيفضلوا يلعبوا في الجو الجميل ده وهم فرحانين. بتحاول ابريل تتدرب في المزرعة مع نفسها لما بيجيلها ناكو بيشوفها وهي بترقص برشاقة، وبيكلموا سوا وبتعرف ان بعد انفصالهم
نيك كان لسه بيحبها وراح لها نيويورك، ولما شافها قرر انه يسيبها تعيش حلمها. واثناء تدريب الفريق في ملعب كره القدم بيبقى فريق الكوره موجود هناك، وبتتريق عليه البنات وانه ما بيعرفوش يعملوا التدريبات القاسيه اللي بيعملوها، وهنا البنات بتتحداهم وبتعمل تدريباتهم وبتتفوق عليهم كمان، وبيبقى شكلهم وحش جدا. بتركب البنات الاتوبيس في طريقهم لمكان المسابقه الثانيه، وهي نهائيات المقاطعه. وفي مكان المسابقه بتظبط البنات نفسها وبتعمل شعرها وبتجهز للرقص، وبتطلع بنتين صغيرين يرقصوا في البداية، ولكن لما بيخافوا من الجمهور بيخش معاهم الطفل الصغير اللي كان بيتفرج عليهم وبياخد بايديهم وبيرقص معاهم، بيعملوا رقصة مدهشة جدا الكل بيتبسط منها وبيبهروا الحكام. ومسابقة ورا مسابقة ورقصة ورا التانية، بتترص الجوائز اللي بياخدوها في كل خطوة من طريقهم. وإبريل بتفرح جدا بنجاحهم وبيكسبوا في التصفيات المؤهلة للولاية لحد ما بيوصلوا للنهائيات. وأثناء ما كانوا طالعين للمسرح بتعرف بنات من الفرقة المنافسة بالفضيحة اللي عملتها إبريل مع المخرجة، وبيفضلوا يتريقوا عليها، وبتطلع المسرح وهي مش مركزة ومنهارة، ولما بتبدأ الرقص كلها كام حركة وبتقع على الأرض، بس بتيجي واحدة من البنات وبتقومها وبتتعامل كأن ده كان جزء من الرقصة، وبيكملوا باقي الرقصة بقوة والناس بتسقف لهم لحد ما بيخلصوا، بس ما بيبقوش متوقعين النجاح، وبيدعوا انهم يطلعوا من التلاتة اللي هيكسبوا، بس بيبقوا فاقدين الامل. واول ما بتطلع النتيجة انهم في المركز التاني ما بيبقوش مصدقين اللي سمعوه، لدرجة انهم بيفتكروا ان المذيع غلط ولا حاجة، بس لما بيقول مرة كمان بينهاروا من السعادة والفرحة وبيحضنوا بعض، وبيتأهلوا للمسابقة على مستوى امريكا كلها. واخيرا هيرقصوا قدام والي. بتيجي بارب الابريل بخبر وحش انهم محتاجين فلوس كتير جدا عشان يروحوا للمدينة اللي فيها المسابقة، والمصيبة التانية انهم عايزين لبس مبهج للمسابقة. وساعتها بتيجي الابريل فكرة وبتجيب صاحبها ديكو يصمم اللبس للبنات، وبيجي ناس كتير من المدينة يتبرعوا بفلوس ولبس للفريق وبيدعموهم، وبينجحوا فعلا انهم يجمعوا كل الفلوس اللي محتاجينها. وبتحاول ابريل تخلي البنات الصغيرين يعملوا حركة صعبة جدا، ولكن الطفل الصغير ما بيقدرش يشيل البنت خالص وبيفضل يوقعها، والمفروض دي حركة قوية يختموا بيها الرقصة، ولكن الطفل الصغير بيفضل يقع هو والبنت. وساعتها بتخلي سارة وواحد تاني يعملوا الحركة عشان يوروهم ازاي بتتعمل، وساعتها بيحصل موقف مش لطيف لسارة، وبتخرج معيطة وبتجري ابريل وراها عشان تصالحها وتاخدها في حضنها. وفي المسابقة النهائية بيحضر الحكام، وبتبدأ الفرق بالرقص وبيستعرضوا مهاراتهم. الفرق بتبقى قوية جدا، وفريق ابريل بيبقى خايف من المنافسة القوية، ولما بيجي الدور على فريق الطفل الصغير ايده بتبقى وجعاه ومش هيعرف يشيل البنت، وبالرغم من ده بيطلعوا بيرقصوا بقوة والناس بتبقى مبسوطة لحد ما بتيجي الحركة. وساعتها بتقرر البنت ان هي اللي تشيل الولد ويعملوا الحركة، وفعلا عملوها حلو جدا والناس بتنبهر بيهم وبيسقفوا لهم. ولما بيجي الدور على ابريل بتبقى متوترة جدا وخايفة، ساعتها بيجي ناكو بيشجعها وبتبقى خايفة لتخسر وتخسر الفريق بتاعها. بتبدأ فقرة ابريل وبتبقى مختلفة جدا عن الباقي، رقصة رومانسية جميلة مع البنات، بيعملوا حركات حلوة جدا فيها قصة وسعادة، وبتنبهر لجنة الحكام وبيسقفوا، وكذلك الجمهور بيفرح من العرض القوي. وأثناء ما بيحتفلوا بنجاحهم بيجي والي وبيدي دور البطولة لمسرحيته لابريل، وساعتها بتفرح جدا وبتاخد شنطتها وبتمشي عشان تروح للي كانت بتحلم بيه. ولما بتوقفها سارة ما بتبقاش مصدقة انها هتتخلى عنهم وتسيبهم، بس المسرحية دي تبقى حلم حياتها، وعشان كده كان لازم تروح، وبتسيب سارة وهي بتعيط ومجروحة، واخوها ناك بيشوفها في الحالة دي وبيزعل هو كمان. بتروح ابريل لحلمها وبتاخد دور البطولة، وبتفضل تفكر طول اليوم في اللي عملته وهل كان صح ولا لا، وبتكلم ابوها وهي حزينة، وساعتها ابوها بيقول لها تختار، واكيد اللي هتختاره هتعيش معاه طول عمرها، تحقق حلمها او ترجع للبنات وتكسب المسابقة. وتاني يوم بتفكر ابريل لحد ما بتقرر ترجع للبنات، وبتبلغ والي باللي عايزه تعمله، ولو عايز يطردها مفيش مشكله، بس البنات اهم عندها من نفسها وبتحبهم. وبتركب مع صاحبها وبتطير على مكان المسابقه، وبتقابل البنات في اخر لحظه قبل ما يطلعوا المسرح، وبتفضل تعتذر لهم وبتقول لهم قد ايه هي بتحبهم وانهم عيلتها، وعشان كده رجعت وسابت كل حاجه عشانهم. وساعتها بيطلعوا كلهم للمسرح وبيقدموا عرض مبهر، وهم فرحانين ومبسوطين. وفي اخر الرقصه بيجي ناك وبيعترف لابريل انه بيحبها وبيبوسها. بتقدم ابريل العرض بتاعها لاول مره على مسارح برودواي، والجمهور بيكون مبسوط جدا. بعد العرض لما بترجع تاني للمسرح بتلاقي بارب والبنات والمدينه كلها موجودين عشان يحتفلوا بيها وبنجاحها، بيفرحوا سوا مع بعض وبيخرجوا يرقصوا في الشارع من فرحتهم بعد نجاح البنات وكمان تحقيق حلم ابريل. ودي هي نهاية الفيلم. شكرا للمتابعة، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشوفوا الأفلام اللي فاتت، وتستنوا الأفلام اللي جاية. كان معاكم رميح وسلام.